السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من محلكم ميزة فتيحة عين سبع، كنجد لكم الترحاب بلايف جديد إن شاء الله خفيف ظريف. نذكركم بأهم العروض اللي كاينين عند ميزة فتيحة، ونذكركم بأهم لي صولد لسارية المفعول والسلعة اللي كانت سالات وعاودت جات. مرحبا بكم. إذا من أهم السلعة اللي غنبارطاجيو معكم اليوم وقررنا أن نبداو فيها اللايف، وهي البانيني ديال دونالدز وديال البانكيك. البانيني ديال دونالدز وديال البانكيك اللي فيها تخفيض ديال 50%، كانت كدير 4600 ولات كدير 2600. دخلناها لكم دابا واحد الاسبوع ولقات واحد الاقبال كبير عند الناس صراحه، وتفاعلوا مع الناس بكثره. راه عاودوا توفرات لكم من جديد. تخيلوا معايا ان هذا البانيني اللي كبيره تبارك الله ديال دونالدز، شوف تبارك الله كاين ديكوري رائعه جدا، كتجي من لاماك الاصيل غنيه على التعريف ومليحه تبارك الله. كتهز نورمالمون 12 دونالدز في دقه واحده، كطيب لكم في دقه واحده، وداك الشيء الكيك كتجي طايبه واعره صراحه. راه معروفه هاد البانيني وغنيه على التعريف. كانت كدير 4600، حاليا دير لي 2600 ريال، 129 درهم. حاولوا تجيو تبروفيتيو فيها، رجعت لكم من جديد ورجعوا لكم الزواقات بجوج. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزة فتيحه عين سبع. وللتذكير الباك ديال سوبيرا والست زليف اللي كان كيدير 120 درهم نزلناه لكم ل 85 درهم، راه مازال متوفر. جيو مرحبا بكم فوزوا به. كاين بزاف ميتشات صراحه في هذا اللايف، كاين الجديد الحمد لله. عندنا لكم واحد السلعه اللي سلعه صراحه رويال، ما كتلقاوهاش في اي بلاصه. وغنعاود الشيء باش كنتميزوا الحمد لله، هو اننا كتلقاو عندنا شي سلعه اللي ما غتلقاوهاش في اي محل، وغنبارطاجيو معكم ان شاء الله. انتم ما عليكم الا تبارطاجيو معنا هذا اللايف ودعمونا بواحد القلب او جيم او واحد كومونتير زوين، اللي ان شاء الله نستاهلوا من عندكم صراحه المجهودات اللي كنقوموا بها باش كنوفروا لكم شي سلعه اللي كتكون في المتناول وكتكون الحمد لله تري بون كاليتي. اذا نذكروا بواحد جوج الحوايج. اول حاجه هو اننا كنديروا لا ليفغيزون للمغرب كامل، داخل كازا وخارج كازا. داخل كازا ب 20 درهم وخارج كازا ب 35 درهم. ثاني حاجه هو اننا كنحلوا السيمانه كامله من 9 الصباح حتى 6 ومور الفطور، كنحلوا من العشرة الاولى من 8 الليل حتى 11 او 11 ونص بحال هكا كنسدوا. ملي غيقرب ان شاء الله العواشر راه غنبداو نتعطلوا شويه 12 ونص بحال هكا. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع. شوفوا معايا تبارك الله الجديد في البلاطو، تخليكم هذا البلاطو صراحه رائع جدا وخيالي. هذا البلاطو كيجي اون ميتال، جاو فيه لي تيرموس واعرين مع الكيسان ديالهم، رائع جدا صراحه. كيهز 12 الكاس وجوج تيرموسات اولا 18 الكاس وبراد. كيخدم الاتاي، كيخدم لي تيرموس، للاشاره ان هذا البلاطو ميد ان تركيا، كيجي ديال الميتال ماشي ديال البلاستيك، رائع جدا. حاليا متوفر في الكحل وقريب ان شاء الله يدخل لكم حتى في البيض وفي الكري، رائع صراحه. ممكن يخدموا الاتاي، الحلوه، البريزونطاسيون، زوين بزاف. الثمن ديالو فقط 65 درهم، الثمن الاصلي ديالو كان كيدير 120 درهم، فقط 65 درهم. واللي بغى ديال البلاستيك بحاله هو بلاستيك، راه ديسبونيبل، الثمن ديالو فقط 25 درهم. مرحبا بكم، كاينين فيه بزاف الزواقات هذا. اذا مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين سبع. شوفوا معايا واحد الطبيصله تبارك الله، فاش كندير لكم على هذه السلعه، راه سلعه ما دايراش في السوق الاخوان، وحنا براسنا كندخلوها صراحه غير هوته، كتدخل غير صوبا. على سبيل المثال هذا التبصيل مازال ديسبونيبل، شوفوا لا فينيسيون ديالو تبارك الله كيما دايره، وثقيل تبارك الله ديال البورسولين. نورمالمون هذا التبصيل هذا كان كيدير 35 درهم، حاليا كنبيعوه اربعه ديال التباصيل ب 60 درهم. اربعه ديال التباصيل بحال ما هادو ب 60 درهم. والمفاجاه ان هاد التبصيل هاد لاكونتيتي اللي هنا هي اللي بقات فيه، كنبيعوا لكم اربعه ديال التباصيل ب 60 درهم. اليوم دخلوا لكم نفس هذوك التباصيل نفسهم ولكن مات مات، قليل في كتلقاو بحال التبصيل. سينو تقدروا تلقاو في المجازان لي رويال، المهم المعارف وما جاورهما. هاد التبصيل كيتباع غالي جدا، كدا 30 درهم بهاد لافينيسيون. ميزة فتيحة وفرناه لكم هاد التبصيل هذا فقط 4 ب 60 درهم. وكاين حتى شوفوا اللوينات تبارك الله ما شاء الله رائعين جدا، حتى هو 4 ب 60 درهم. وكاين حتى هاد الخزي هذا حتى هو 4 ب 60 درهم. كاين هاد الطاس هذا حتى هو رائع جدا وخيالي صراحة، طاس كبير هذا الاخوان راه ماشي صغير، لافينيسيون ديالو طالعة تبارك الله. 5 ديال لي طاس بحال ما هادو ب 60 درهم، واللي بغى واحد ب 12 درهم مرحبا به. 5 بحال ما هادو 60 درهم، واللي بغى واحد 12 درهم مرحبا به. وكاينه هاد اللوزه حتى هي زوينه كبيره صراحه، ممكن تجي مع هاد التبصيل الخزي زوين، كاينه في الخزي وكاينه في الاسود. هذه صراحه ما فيهاش، فيها عدد محدود جدا. نورمال
ممكن دير 12 درهم كنبيعوا لكم حنايا 35 درهم، يعني كطيح لكم 6 درهم الوحده. شوفوا قداش تبارك الله راه كبيره ومهوره، وهادشي كامل الاخوان راه تري بون كاليتي صراحه، وسلعه مليحه اللهم بارك. اذا جيو بروفيتو في هاد السلعه، علاش؟ لان كيكون العدد فيها محدود. على سبيل المثال هاد التفصيل هذا كاينين فيه 4 ديال الكوليات صافي، وكل كوليه الاخوان فيها 72 تفصيل، كل كوليه فيها لا اعتذر فيها 48 تفصيل. كاينين فيها اللوينات ها هما، كاين فيها بزاف الشكيلات وبزاف اللوينات. حاليا كاينين فيها ثلاثه الالوان، جي بروفيتيو فيها. هذه كاينه فيها كوليه وحده فيها 120 بياسه، لي طاس كاينين فيهم جوج كوليات، كل كوليه فيها 72 بياسه. اذا هاد السلعه كتدخل مخلطه، واللي عجبو الموديل يحاول يسارع يجي يفوز به قبل ما يتسالى. اذا مباشره من محلكم ميزه فتيحة عين سبع، جيو تستافدوا من الباك ديال السوبر و 6 زليف فقط ب 85 درهم، وبارطاجيو مع الحباب ديالكم، سكرينيو هذا الباك هذا لانه لا تسالى عمركم ما بقيت تلقاو بحاله. عندنا لكم ثلاثه ديال الوريقات بريستيج لا فينيسيون ديالهم طالعه بثلاثه فقط ب 30 درهم. عندنا لكم بورت موشوار رائعه جدا والكبيره تبارك الله، الثمن ديالها فقط 40 درهم. دخل لكم هاد الزليف هادو من جديد، 6 ديال الزليف بحال ما هادو 66 درهم. الذهبي ما بقاش، كاين في النوار وكاين في الكري، 6 ديال الزليف فقط 60 درهم. مرحبا بكم. الكراف ديال العصير بعد طلب الكليان صراحه عاودنا وفرناها لكم، ثلاثه ديال لي كراف بحال ما هادو 60 درهم، واللي بغى واحد ياخذو فقط ب 20 درهم. ثلاثه ديال لي كراف بحال ما هادو 60 درهم كاين زو ايترونس، واللي بغى واحد الثمن ديالو فقط ب 20 درهم. كيتستعملوا بزاف في رمضان، كنا جبناهم وتسالاو لينا، عاودوا توفروا. كاينه هاد القرعه هذه هي ديال العصير، كتجي مرخمه، كاينه في البيض وكاينه في الكحل، رائعه جدا. فيها البوشون صغير وفيه البوشون كبير، الثمن ديالهم 4000 ريال. كاينه هذه غطه ديالها اينوكس، كتجي قرعه ديال الماء وديال العصير، جوج بياسات بحال ما هذه الثمن ديالهم فقط 1000 ريال 50 درهم. بالنسبه للطحانه ديال العطريه، احسن جوده حاليا دخلت المحل ديالنا هي الطحانه ديال العطريه، وباعتراف الكليان الحمد لله موديل جيرماني، كاينه فيها 150 واط، ممكن طحن حتى ل 50 غرام الكاباسيتي ديالها، كتجي من لامارك كرافت لاين، والثمن ديالها فقط 60 درهم. 12 المدريه شحال كدير، واينوكس 12 المدريه 60 درهم. مرحبا بكم، ارجعوا لكم من جديد هاد الطبيصلات وهاد الزليفات بعد ما تسالاو لينا. تبارك الله كريستال، والله الا اللهم بارك ملاح هاد الطباصل هادو، كيتباعوا نورمالمون 3 ب 60 درهم، حنا كنعطيوكم 6 بحال ما هادو ب 70 درهم. 6 بحال ما هادو 70 درهم، وعندنا حتى هاد الزليف اولا هاد لي بول لي اسوغتي معاهم، حتى هما كنعطيوكم 6 ب 70 درهم. ممكن ديوهم باك 6 6 كيطيح لكم ب 140 درهم. غير هي سلعه تبارك الله خياليه جدا صراحه، ديال الناس الدواقه اللي كيعرفوا بحق هاد السلعه هادي، لان كنبيعوها بثمن خيالي جدا سيرتو لا قارنتو مع المحلات الاخرين. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزه فتيحة عين سبع. شوف معايا تبارك الله الكاس شحال زوين، كتجيب لك هي مخلطه فيها 6 كحل و 6 بيض، الثمن ديالهم فقط 60 درهم. تيرموس بريطاني احسن كاليتي، كيز ايترو اينوكس من الداخل، مليح تبارك الله، فيها الجليده من تحت، الثمن ديالو 140 درهم، كاين في البيض وكاين في الاسود. تيرموس خيالي صراحه، تيرموس بريطاني كاع ما نناقشوا عليه. هاد الكاس بالنسبه اللي كاين عندنا في الذهبي، كاين في ارجونتي، كاين في الملون، والثمن ديالو فقط 60 درهم. كاين البريدات ديال فاس ان شاء الله، كنضرب لكم موعد السيمانه الجايه اولا واحد 10 ايام غيكون فيهم الجديد بزاف، وغنديروا لايف خاص بالسلعه ديال فاس. جاي الجديد الحمد لله، ومن بين السلع اللي توفرت حاليا ومازال جاي الجديد، من بين السلع اللي توفرت حاليا وهي الفراقه الملكيه اللي كانوا تبعوا معها الناس صراحه بزاف. شوفوا اللهم بارك هذه الفراقه، اللي كيشوف هذه الفراقه واول مره كيتبعنا غيقول واحد 4600 ولا 4000 ريال. ميزه فاتحه كنبيعوا لكم هذه الفراقه، راه فيها تبارك الله واحد 60 سنتيم، راه ماشي فراقه صغيره، كتجي اليد ديالها كتجي برجيله ديالها، الثمن ديالها فقط 90 درهم. 18 الميدريه بونبونيغ واعره رجليها نحاس وكبيره تبارك الله، الثمن ديالها فقط 1000 ريال 50 درهم. وبهذا الباك هذا، هذا الباك اللي فيه مبيخره وجوج ديال لي بونبونيغ، هذا الباك اللي فيه مبيخره وجوج ديال لي بونبونيغ، الثمن ديالو فقط 199 درهم، يعني 4000 ريال. ورجليه نحاس، اللي بغى رجليه زاج كنبيعوه فقط ب 190 درهم. ركزوا معايا مزيان في هذا الباك، كيتكون من بيخره كامله نحاس ورجليها نحاس، جوج ديال لي بونبونيغ حتى هما الرجيلات ديالهم نحاس، كنبيعوا لكم ب 4000 ريال. واللي بغى هذا الباك نفسه والرجل ديالو زاج كنبيعوه ب 190 درهم، 3800 ريال. جيو بروفيتيو فيه، راه في ثمن زوين صراحه، مازال كاينين صراحه دي موديل اللي جايين واعرين بحال هذا الطبق هذا اللي كبير تبارك الله،
كياخذوا الناس 7000 ريال، كياخذوا الناس 5000 5600، حنا كنبيعوا لكم هذا الطبق هذا فقط ب 120 درهم، 2400 ريال. واتحدى شي واحد يلقى طبق قد هذا يمشي ليه لفاس، يمشي ليه فين ما بغى، يلقى طبق قد هذا بهاد لافينيسيون الثمن ديالو 2400 ريال، كتحدى شي واحد يلقى بهذا الثمن. كاين حتى هذا الموديل حتى هو كبير تبارك الله، كالجرجيله ديالو حتى هو ديال النحاس مليح تبارك الله، شوفوا اللهم بارك، الثمن ديالو حتى هو 120 درهم. كاين هاد لي بونبونيير الثمن ديالهم 1000 ريال، ولكن راه مازال جاي الجديد في هادشي، ومازال جاي الموديلات. دابا باقي ما حطيناش لو ستوك كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه، راه خوات شويه، مي ان شاء الله جايه السلعه ديال الفاس جايه بكثره حساب العيد ان شاء الله. غتبرعوا معنا في البراد، في الصينيات، في لي بونبونيير، في المبيخرات، كلشي غتبرعوا وبارخص ثمن على الصعيد الوطني. مرحبا بكم. بونبونيير كبيره تبارك الله، الثمن ديالها فقط 70 درهم، واللي بغاها هذه الثمن ديالها فقط 1000 ريال. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين السبع الجديده الاخوان، هو هذا البلاطو هذا اللي ديال الميتال، الثمن ديالو 65 درهم، 1300 ريال، ثمن رائع جدا صراحه وملكي. اذا مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين السبع، غنذكروكم وان الذكرى تنفع المؤمنين، ان المول عند ميزات فتيحه جوج مولات ديال الزاج، كاين المربع، كاين الدير، وكاين الاوفال، كنبيعوه فقط ب 50 درهم. سولد 1000 ريال. وراه قرب يتسالى. علاش كنقول لكم قرب يتسالى؟ لان الناس اللي كيبيعوا يشريوا راه كيديو منه 10 ديال لي مول، 12 15 كيهزوا به في الكونتيتي. اذا سارعوا راه قرب يتسالى، اذا تسالى راه غيرجع الثمن الاصلي ديالو 60 درهم، لان هادشي ماشي بيدينا، الناس اللي كناخذوهم عنده مره كيدخلوا بثمن طيح، مره كيدخلوا بثمن طالع، دونك جو بروفيتيو فيه. مرحبا بكم. كاين عندنا البراد ديال لينوكس، عندنا هذا النمره 8 ثقيل اون لينوكس كيدير 65 درهم، كاين المويان 75 وكاين الكبير 85 درهم. خلاص لي هاشوار مازال ديسبونيبل الحمد لله، فازوا بهم الناس بزاف، باقي فيهم هاد العدد تبارك الله هو اللي باقي حاليا. بيان سيغ دابا حنا افونسينا في رمضان، يعني بزاف الناس خداو ديجا الهاشوار، من اللي مازال ما استفدش منا راه كاين الهاشوار ديسبونيبل عندنا، جي فوزو بها. غزلان اري اختي فوتر واجي عند الله يرضي عليك، اليوم غنقصو من الهاشوار، اليوم الهوته، اليوم غنديرو الهوته في الهاشوار. اليوم ان شاء الله غنحاولو، وليت كنبدا اللايف اختي كيمشي ليا الصوت ما عرفتش علاش، اليوم ان شاء الله غنديرو ارخص ثمن في الهاشوار على الصعيد الوطني. يلا اجي معايا اختي. نورمالمون هاشوار هادي جوج ايطرو ياك، شحال فيها من موس؟ فيها 6 ديال الموس، شحال فيها من واط؟ فيها 1200 واط. وإينوكس شحال كنبيعوها ب 140 درهم، دير ليها 130 درهم. 130 درهم شحال غنديروا لهذه؟ كاينه عندنا 3 ايطرو اللي كنا كنبيعوها ب 150 درهم، كتبي فيها يا اختي 130 درهم. المهم غير صحيها حتى من بعد ان شاء الله، حتى من بعد ان شاء الله، وعاودي وعاودي قادي داك الشيء مقاد. كاينه 3 ايطرو الثمن ديالها 150 درهم، حتى هي فيها 5 ديال الماس وضراب. اينوكس الثمن ديالها 150 درهم، غندير لها 140 درهم. مرحبا. واللي فيها 5 ايطرو كنا كنبيعوها ب 160 درهم، غندير لها 150 درهم. والمفاجاه هو اننا غنقص لكم حتى في بريطاني كانت كدير 170 درهم، غندير لها 160 درهم. اذا الهاشوار اختي كامله ناقصه فيها 10 درهم في الوحده، كاين فيها هذا العدد الاخوه اللي كتشوفوا هو اللي كاين، يعني ما يقارب واحد 50 هاشوار، ما بقاش اخر كونتيتي كاينه، دونك جو بروفيتيو فيها ان شاء الله. سينو الى تقادات راه غتسناو حتى شعبان الجاي ان شاء الله ياك. كندخلو من بعد قال ياك، من بعد ما كندخلوهاش بزاف، كندخلوها بزاف غير في رمضان وفي شعبان. اذا مباشره من محلكم ميزات فتيحه عين السبع، المظله العجيبه كلشي فاز بها طوندونس. يا سلام، شوفوا ميزات فتيحه باش كتميز على المحلات، ميزات فتيحه باش كتميز على المحلات هو اننا كندخلو لكم ديزار شيكل ماشي فين ما درتي غتلقاهم. كاين شي سلعه اللي خصنا نجيبوها اوبليجي، ولكن كاين سلعه اللي غتلقاوها سبيسيال عند ميزات فاتحه. على سبيل المثال هذه المظله العجيبه شحال باقي فيها غزال اختي هذيك؟ جيبي جيبي الكرطونه الله يحفظك. عقلتي تبارك الله شحال ديال لاكونتيتي كانت فيها؟ يلاه دخلات دابا 10 ايام باش دخلات، 10 ايام بالضبط باش دخلات، يعني في الاوائل ديال رمضان، دار شي 3 ايام ولا 4 ايام في رمضان، هادشي اللي بقى فيها. هي شحال؟ حتى في السوق ما بقاش، يعني هنا على الاكثر غتكون واحد 40 بياسه ولا 50 بياسه على الاكثر. هاد المظله الاخوان الا حطيتو الفطور ومشيتو تصليو التراويح ديالكم ورجعتو بغيتو تعشاو، كاين الناس كيبغيو يخليو الماكله فوق الطابله، هاد المظله كتحمي لكم الماكله من الحشرات، من الدبان، من الناموس، من بزاف د الحوايج، وكتجمع فاسيلمون
كتشارك وكتحل فاسيلمون. نورمالمون كانوا جابوها دي ماغازان كبار في المغرب، كانوا كيبيعوها ب 60 درهم 70 درهم، حنا كنبيعوا لكم فقط ب 28 درهم. والكبيره وجابوا غير الصغيره، واحد الماغازان معروفه في كازا جابوا الصغيره وكانوا كيبيعوها ب 60 درهم، حنا كنجيبوا لكم الكبيره وكنبيعوا لكم فقط ب 28 درهم. الهوته يا خويا الهوته، مرحبا بكم. عندنا الكيسان المضلع عوض 70 درهم، الثمن ديالو فقط 60 درهم. 12 100 ريال، حتى هذا الكاس هو 12 100 ريال، حتى هذا 12 100 ريال، حتى هذا 12 100 ريال. كاين حتى هذا الموديل حتى هو 1200، كاين حتى هذا الموديل حتى هو 1200 ريال، كاين حتى هذا الموديل 60 درهم 60 درهم، المهم كاس 60 درهم الحمد لله ديسبونيبل. كاين حتى هذا 60 درهم 60 درهم 60 درهم، هذا الملون هذا بوحدو كيدير 70 درهم، كاين هذا هو كيدير 60 درهم، الكاس المرخم الكبير كيدير 80 درهم، هذا كيدير 85 درهم، وكاس زمان 110 درهم. مرحبا بكم، ومازال ان شاء الله ملي غيقرب العيد داخل موديلات جداد زوينين في الكاس ان شاء الله، غتجيو ان شاء الله تبروفيتيو فيهم. العصاره لا مارك بريطاني 99 درهم، قربات ساله جواد ومادو كيقول صراحه هاد الناس ناس معقولين، تقديش عندهم واخا شي حاجه قليله صيفطوا حتى لباب الدار، ناس الله يعمرها دار. مرحبا. للاشاره واحد السؤال، شحال من واحد كيتواصل معنا في الواتساب وكيطرحوا علينا. انا بغيت ندير واحد لا كوموند ولكن بغيت غير شي حاجه قليله. حنا مرحبا بكم، واخا تبغي غير تبغي هاد المضلة هادي وندير لك لا ليفغيزون، نتا خود 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 راحتك، ما كنكزيجيش على الناس ابتداء من 500 درهم ولا 600 درهم، علاش؟ لأن هادي فيها بروموسيون، وأي واحد متبعنا يستاهل يفوز بها، أي واحد متبعنا يستاهل يفوز بها، يعني واخا تبغيها بوحدها نديوها لك حتى لباب الدار داخل كازا ب 20 درهم وخارج كازا ب 50 ولا كوموند، لأن إلا خديتي مثلا واحد 10 ديال لي زارتيكل ووصلوا ب 35 درهم. الا قسمتي 35 على 10 كتجيك 3 درهم ونص في البياسه، ما كتجيش غاليه بزاف. ملي خديتي بياسه وحده وخلصتي على ليفغيزون كتجيك شويه قاصحه. هذه غير بروبوزيسيون، اما الناس حرين، واخا تبغي غير بياسه وحده نوصلوها لك حتى باب الدار. مرحبا بكم. عندنا الكاس ديال لاشين مليح تبارك الله ديال العصير، 6 ديال الكيسان بحال ما هادو ب 40 درهم، كاين حتى هذا الموديل حتى هو 6 ديال الكيسان ب 40 درهم، 6 ديال الطباصل بحال ما هادو ب 20 درهم، ربعات الباكيات بحال ما هادو كل باكيه فيها 6 ب 1000 ريال، عندنا التوشيه هذه ديال الرجلين عند الرجيلات ب 60 درهم باكيه فيها 6، ربعه ديال الطباصل بحال ما هادو، هادو غيزان شوفي 3 ب 20 درهم، واللي بغى ربعه ب 25 درهم، اللي كيزيد وحده حسبها لي غير ب 5 درهم، يعني اللي بغى 3 ب 20 درهم، اللي بغى ربعه ب 25 درهم، كاين حتى هذا الموديل حتى هو 3 ب 20 درهم، 4 ب 25 درهم، 6 ديال الزليفات بحال ما هادو الثمن ديالهم فقط 20 درهم، والكوبا العجيبة اللي قربات سالة الرويال نورمالمون كدير 80 درهم، كنبيعوها لكم فقط 60 درهم 12 100 ريال. جو بروفيتيو فيها صراحة زوينة بزاف، وكتنفع في العيد، كتنفع حتى في رمضان في لا بريزونطاسيون ديال الحلوى، الناس كيحطوا فيها لي كاطو، لي كاطو أولا الحلوى صالي أولا بزاف د الحوايج صراحة. سليمة كتقول أنا كنجي عندكم مراكش، مرحبا بك لالا. والله الا الحمد لله اي واحد كيجي عندنا والله الا شرف لينا، شرف لينا انك تجي عندنا من مراكش، شرف لينا ان الناس جاوا عندنا من الطاليان وقالوا لنا تبعناكم ولقينا فيكم فهمتيني حسن المعامله والمعقول، الحمد لله مرحبا بكم في محلكم هذا. كاين عندنا هذا الميناجي غزلان، اجي اختي الله يحفظك، خصنا واخا دايرين دي بروموسيون خصنا مره مره نهرسو ندقدقو، اجي عندي اختي الله يحفظك. هذا الميناجي المعلومات المفيده بعد هذا الميناجي غالي، اول حاجه هي انها بون كاليتي، كاع الناس اللي داوها تبارك الله داروها في لافيسيل فاش ما داروها ما كتخسرش. انا عندي في الدار هاد المعارق هادو الذهبيين كنستعملهم يوميا يوميا، كيتغسلوا يوميا كيتغسلوا بالمسخون بالماء بارد، جامي وقعت لهم شي حاجه. باقي عندنا في البرونز بزاف، وباقي عندنا في هذا الملون الذهبي ما بقاش فيه بزاف، ما بقاش كاع، اذا الذهبي تسالى، الذهبي ما غندوش عليه غنحيدوه، غندو على هذا الملون وغندو على هذا البرونز. نورمالمون هادو اول مره جبناهم كنا كنبيعو ب 250 درهم، لان ما تلقاهم في حتى شي محل الا عند الميزات فاتحه. من بعد درنا لهم 230 درهم، غنزلو اختي غيزان ان شاء الله 220 درهم. صراحه تهرسنا فيهم، لان السلعه كنا حنا اللي مامبورطينها، تهرسنا فيهم صراحه، مي ماشي مشكل، جيو فوزو بهم. حتى هاد الملونين حتى هما الثمن ديالهم 220 درهم، غير هو للاشاره راه كاينين دي ماكازا ديال جابونيز كاينين دابا في كازا، كتلقاو معلقه بحال ما هادي هاهي، وكتلقاو فورشيط معلقه وفورشيط بحال ما هادو هما، كتلقاهم الثمن ديالهم دايرين 60 درهم 70 درهم، الا حسبتي هاد الباك غتلقى يطيح بواحد 500 درهم، دونك 220 درهم راه ثمن والو، غير السيبور بوحدها كالثمن ديالها واحد 80 درهم، كتاخدو هاد الباك فيه 24 بياسه،
وفي السيبورا ب 220 درهم. جو بروفيتيو فيه مرحبا بكم. الملون بقى فيه حاجه قليله، مي البرونز مازال فيه لا كونتيتي. مرحبا بكم مباشره من محلكم هميزه فتيحه عين السبع، فراقه بريستيج الثمن ديالها فقط 60 درهم، 12 مدريال. عندنا حتى التوشيات هي الثمن ديالها 12 مدريال. عندنا هاد اللعيبه فيها اربعه الزياتات واربعه التوشيات بحال ما هادو، الثمن ديالها 250 درهم، مازال متوفره الحمد لله. هاد لي طاس مع البريق ديالهم الثمن ديالو 330 درهم. خلاص داكشي ديال البلي الحمد لله متوفر على الشكيلات وعلى اللوينات، غير جيو ورونوا مع راساتكم. كاين هاد اللعيبه ديال زيت العود جوج ب 60 درهم، كاينه اللي على 3 ب 40 درهم، وكاينه اللي على 4 ب 50 درهم. طبسين النمره 45 70 درهم. كاينين هاد الزليفات هادو الثمن ديالهم 5 درهم الوحده، كاين هادو هما كيدخلوا الفران 7 درهم الوحده، كاين هاد التويشيات هادو 4 ب 60 درهم. كاين بزاف ما يتشاف صراحه، كاين هادو هما 25 درهم 30 درهم، كاين واحد العيبات زوينين صراحه هما هادو هما. هاد الباك كيجيو فيه 4 ديال القلوبه و4 المعلقات بورسولين، الثمن ديالو فقط 40 درهم، كان كيدير 60 درهم، دابا حاليا 40 درهم. اذا مرحبا بكم مباشره من محلكم هميزات فتيحه عين السبع، كلشي متوفر، لي بانيني متوفرين. عندنا الكويملات الثقال ديجا بيناهم، النمره 24 كدير 180 200 220 240، كاين هادو اللي ما غارقينش 130 درهم 140 درهم. كاين الريشو الثمن ديالو فقط 85 درهم، قطاره اونينوكس صغيره ب 60 درهم والكبيره كدير 85 درهم. عندنا الميكسور عوض 120 درهم غير 95 درهم. كاين عندنا الدراب ليكسوس 1000 ريال، وعندنا هذا هيجر زيد عليه شويه في الكاليتي ب 60 درهم. كاين عندنا الوراقه بريطاني حاجه مليحه، وكاين عندنا المقارج الاخوان، المقارج وما ادراك ما المقارج، وسيرتو هذا المقارج تبارك الله. عرفتي شحال تقيل تبارك الله المقارج، راه ما يمكنش، كان كيدير مضوبل من التحت، لاحظوا معايا فيرزاتشي كامل اينوكس كامل، ما فيش حس البلاستيك، كان كيدير 190 درهم، دابا نزلناه ل 130 درهم، كيهز 3 ايترو. كاينين هادو من لامارك بريطاني حتى هما قاع ديالهم مضوبل واليد ديالهم بالذهبي، جوج ايترو ب 179 درهم، 3 ايترو ب 199 درهم، و 4 ايترو ب 219 درهم، عوض 250 درهم. إذا مرحبا بكم، كاين بزاف ما يتشاف الحمد لله في المحل، غنوريكم الحمد لله لو ماكسيموم ديال السلعة اللي مازال ديسبونيبل. وجي بروفيتيو فيها محالكم هذا. بالنسبه للطبيسلات اللي قلت لكم، اربعه ديال الطباس الصراحه رويال الثمن ديالهم فقط 60 درهم. تفصيل لوي فيتون اختي قربت سلاغي زانياك، هادشي اللي بقى فيه. تفصيل لوي فيتون ثلاثه ديال الطباس بحال ما هادو، ثلاثه ديال الطباس النمره 28 الثمن ديالهم 1000 ريال. زوين بزاف صراحه هذا التفصيل هذا، وفازوا به بزاف الناس، ثقوا بيا واحد السيده دات لدارها شحال ثلاثه ب 60 درهم، اعتذر ثلاثه ديال الطباس ب 60 درهم. واحد السيده غيزان دار الدار 48 تفصيل، ياك 48 تفصيل تبارك الله. كاينه واحد السيده بعدا حضرت لي انا دات 48 تفصيل لدارها، تخيلوا معايا لدارها 48 تفصيل. الحمد لله كاين الناس اللي عندهم الحباب، المهم كل واحد كيدي على قده. المهم ثلاثه ديال الريشات الثمن ديالهم فقط 30 درهم، كاينه البورت موشواغ الثمن ديالها 40 درهم. دابا غنشوف لكم واحد الجهه صراحه اللي زوينه وكتعجب الناس بزاف، مي قبل غنشوفوا هذا الشيفون هذا اللي صراحه رائع، غنزومي لكم عليه، رائع وعملي بزاف. هذا الثمن ديالو 8 درهم. الفيديو ديالو جديد يا غيزان اختي، الفيديو ديالو صراحه عملي بزاف، كيخدم الطوموبيلات، كيخدم الكوزينه، كيخدم الطابله، كيخدم حتى التزييف ديال الكيسان والمعان، عملي بزاف صراحه. كاين هذه العصاره ديال الثومه الثمن ديالها 15 درهم، رائعه جدا حتى هي، هذا الشيء راه موجود في الانترنت، حاولوا غير تقلبوا عليه. هذيك الشبكه غيزان اختي، اليوم ان شاء الله قررنا غندير لكم واحد الحاجه زوينه وغنوليو نديروها مره مره. عندنا ديك عندنا سلعه بحال ما هادي اللي كتسهل الحياه، غنبداو نشوفوها. اجي غيزان شدي لي التليفون عافاك. عندنا سلعه بحال ما هادي اللي كتسهل الحياه، غنبداو نوري لكم مباشره فاش كتستعمل. الشيفون هو هذا، هو نورمالمون كيتباع غالي صراحه بزاف، كيتباع في الانترنت، مي وفرنا لكم حنا فقط ب 800 درهم، كيتعصر بزاف وعملي صراحه. كاينه غيزان اختي حتى هاد اللعيبه هي كاينه ياك، حتى هاد اللعيبه هي كاينه جبديها ليا، كاينه حتى هاد الشبيكه هادي اولا هاد البلاطو اولا هاد الكراده، رائعه جدا حتى هي، غتشوفوا حتى هي عجيبه جدا هاد اللعيبه صراحه، عباره عن الشبيكه عباره عن كراده، شوفوا تبارك الله كيفاش كتستعمل، عباره عن شبكه كتحل هاد اللعيبه هادي باش كتحط في لافابو، هيا باش كتحط في لافابو، ممكن تغسلوا فيها الخضره، متعدده الاستعمالات صراحه. هادشي نورمالمون تستعملوها ككراده، وهنا كتجمعوا هنا القشور ديال الحوت او القشور ديال الخضره. نورمالمون هادشي كتباع في الانترنت كتسمعوا غير 199 درهم، كتسمعوا غير 199 درهم او 150 درهم.
حنا كنوفروا لكم هذه السلعه بثمن خيالي جدا. على سبيل المثال هذه الشبكه غتاخذوها فقط ب 35 درهم. شوفوا تبارك الله شحال ديال الاستعمالات ديالها، والثمن ديالها فقط 35 درهم، 700 ريال. مرحبا بكم، جي بروفيتيو فيها، كاينه في الشيبي وكاينه في البيستاج وكاينه في الغوز، كاينه في ثلاثه ديال اللوينات. مرحبا بكم الناس اللي بغاو يتهلاو في الوليدات، 18 درهم بورسولين، كاينه حتى هاد الحوته 18 درهم، كاينه حتى هاد الفريخ 18 درهم، ولافوكا حتى هي 18 درهم. مرحبا بكم. صراحه هادشي ديال السلعه ديال اللي كتسهل الحياه كاين بزاف عندنا، كاين عندنا بانيوات ديال السيليكون، شبكات ديال السيليكون، التوشيات اللي كنضمو بهم الكوزينه، عندنا طاسات ديال الغونجمون، كاينين هاد العيبات عجانات، كاينين قرارات فيهم ثمن زوين، الكبير هادو كيصبروا السخونيه ما كيعواجوش، 30 درهم 25 درهم، كاين الدواز، كاين هاد الطاسات رائعين ديال الفريكو تا هما زوينين، كاين التوشيه فيها قراده وفيها بزاف ديال الروينه الثمن ديالها غير 40 درهم، كاين التوشيه هادي ديال الدوش، ديال السينيال وديال المسائل، كديروا السينيال هنايا، الثمن ديالها 60 درهم. كاينه شبكه ديال المعالق وديال الفراش رائعه صراحه ومليحه تبارك الله، فيها واحد العيبه هنا لتحت كتجمع الماء، الثمن ديال هذه فقط 18 درهم 360 درهم. هذه ديال الدوش، وكاع الناس اللي ما عندهم السيبرو ديال الدوش غنشوفوا ان شاء الله هذه دابا على المباشر ان شاء الله، هذه غنحلوها حتى هي وغنشوفوها على المباشر، هي وهاد الشبيكه هذه حتى هي غنشوفوها ان شاء الله على المباشر. ومهم الله يجعل البركه، ومرة الجايه نشوفوا حوايج اخرى ان شاء الله. اذا مرحبا بكم، كل لايف ان شاء الله غنبداو نوريكم جوج ثلاثه ديال لي زارتيكل، لحقاش هادشي كيبغي الديطاي، الا ما شتيش الديطاي ديالو ما يمكنش تشريه، حيت ما كتعرفش القيمه ديالو، كتكون غير محطوطه مجموعه ما كتعرفش القيمه ديالو. اذا غنبدا لكم بهاد الشبكه هادي، حتى هي رائعه جدا صراحه، شبكه زوينه وعمليه. اول حاجه هو ان الشبكه تري بون كاليتي، كتجمع وكتحل بحال ما هكا. شحال غادي بزاف كنبيعوا هادي؟ 13 درهم 23 13 درهم 260 ريال، هادي 23 درهم ما تغلي على الكليان واخا عليك، هادي 13 درهم 260 ريال اختي، وهادي ديال الشينوا ماشي ديال البلاد، يعني حاجه اللي مليحه وتصبر لك ما كتعواج ما والو، رائعه عمليه. كاينه هاد اللعيبه حتى هي زوينه صراحه، ديتها للدار هادي عن تجربه. الناس اللي ما بغاوش يتخبوا الحيط، اللي ما بغاوش يتخبوا الحيط باش يعلقوا باش يحطوا شي ديال شامبوان اولا ديال العلاقات، كتستعمل بحال موكا تبارك الله كبير اللهم بارك. هيا فيها التويشيات هادو، فيهم واحد اللصقه ايفيكاس كتلصق في الحيط كتموت، كيتعلقوا بحال موكا هما، كيتعلقوا كتعريشيهم زوينين صراحه بزاف، غيزين هادو وعمليين بزاف صراحه. هادشي لو انه فيديو في ايكوميرس والله كيتباع ب 199، كتسمع 199 في الانترنيت كتسمع، كاين حتى العلاقات هما زوينين هما كيسقوا هنايا هما بحال موكا، وكتعلق هنايا فيها ثلاثة الريوصان، كتعلق فيها الحلفة أو لا شي حاجة، وكتحط هنا التوشيات ديالك وكتلصق في الحيط كتموت، كتصبر الميديتي فيها واحد اللصقة هنايا هايا، كتلصق كتموت صراحة وزوينة بزاف، الثمن ديالها شحال؟ 35 درهم، كتهز حتى 4 كيلو اللي كتهزها. مرحبا بكم. دونك هاد السلعة صراحة فيها بزاف توشيات، كل مرة كما قلنا غنبينو حاجة، اللي بغى تحياتي لكم التوفيق، شكرا بزاف خويا اختي ولا خويا بوزيان من ناظور، مرحبا شكرا بزاف. اذا انتم مباشره من محلكم هميزات فتيحة عين سبع، اللي عنده شي سؤال يطرحوا لينا، اللي بغى يشوف شي سلعه اخرى يوريها لينا، بغينا ندير لكم غير واحد اللايف خفيف ظريف صراحه، ما بغيناش نطولوا عليكم بزاف، كاين بزاف ما يتشاف، مي كنبغوش نطولوا على الكليان. كاين لي بويغ اونينوكس الثمن ديالو 120 درهم، لا مارك بريطاني كيطفى اوتوماتيك في 1500 واط، رائع جدا. كاين ديال الزاج كيدير 140 درهم، كيهز ايترو 700 حتى هو كيطفى اوتوماتيك في ايترو 700، وكاين اينوكس اللي في ايترو 700 كيدير 130 درهم، ملاح تبارك الله صراحه ورائع جدا. كاين عندنا المقله ديسيني اوريجينال ميد ان ايطاليا، المقله العجيبه كيجيو معها جوج جلدات كراتوي كدير 179 درهم، ارخص ثمن في المغرب في المقله العجيبه. اذا كنتم مباشره من محلكم هميزات فتيحه عين سبع، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الواتساب، صراحة الكليان الوفي كيطلع لينا والله إلا ما كنسخاوش بهم، ماما تجناش ريماس وجدة كاع صراحة من الناس المتتبعين الوفيين ديال الهميزات فتيحة، كنوجهو لهم التحية كاع الناس اللي متبعينا دابا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف على الكومونتير الزوينين ديالكم، وكنتمناو دائما نكونوا عند حسن ظنكم، وإن شاء الله جايينكم بالجديد، وجايينكم إن شاء الله بلي بروموسيون. وكاين مفاجآت إن شاء الله يخدموا عليهم هذا العام هذا إن شاء الله، اللي ما كاينينش في المغرب نهائيا، كنبغيو ديما نتميزوا، ما عندناش مع الكوبي كولي، وإن شاء الله مازال الخير إن شاء الله، شكرا بزاف ومرحبا بكم. ريماس وجدة الوالدة صافي عليها الله يكبر بك أختي، مرحبا بك.
إذا دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.